أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الإلكترونية المفضلة شوف تيفي. حصة جديدة من حصص برنامجكم اليومي الخدمات التطوعي المباشر في الشأن الصحي، شوف صحتك مع دوك نيسرين. شوف تيفي شوف صحتك مع دوك نيسرين. تيرسخو مبدأ الوقاية خير من العلاج، كما تنقول دايما وغنعاود نقول كلنا اليد في اليد للمجتمع سليم. مجتمع سليم هو مجتمع سليم عضويا ونفسيا. ما نتسناوش تنصبوا بالمرض، ما نتسناوش يكونوا عندنا الاعراض، عاده نمشيو عاده نداويو، ولا نكونوا في واحد الفتره متقدمه من المرض عاده نقولوا غنمشيو نشوفوا الطبيب. لا، خاص تكون عندنا العاده ديال لا كونسلطاسيون، ديال عندنا طبيب الاسره، عندنا الطبيب ديالنا اللي تنثقوا فيه، اللي عنده لو دوسي ديالنا اللي تنشوفوه مره كل 6 شهور ولا مره كل عام، اللي تنديروا عنده التحاليل منين تعطينا التحاليل، اللي تيكون عارف العوامل ديال الحساسيه اللي عندنا، العوامل الوراثيه اللي عندنا في العائله ديالنا. على كل شيء هادشي فقط للوقايه، كما تنقولوا الوقايه خير من العلاج. حصه جديده بقوا معنا دائما معنا الجديد. السكري موضوع الاسبوع هو مرض السكري. كما قلت غالبا باقي شهرين شهرين ونص على سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وندوزوه في خير وامان ان شاء الله ويثبت لنا الاجر باذن الله. الوغ ما نتسناوش حتى ليله رمضان وعاد نمشيو عند الطبيب نقولوا لي عندي القلب ولا السكر ولا طونسيون، شنو غندير الطبيب؟ واش نصوم ولا ما نصومش؟ ولا كنت غنصوم شنو غندير؟ عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، ما نتسناش تنصوم ويضرني الحال وعاد نمشي عند الطبيب. عندي النقرس لاغوت لاسيد يوريك طالع، ما نتسناش تنصوم وناخذ التمر والفواكه الجافه ويبدا لي الحرق في العظام وندير لا كريز دو غوت، عاد نمشي عند الطبيب نقول له راني صمت وخذت وخذت وطلع عندي الحرق دابا في العظام شوف واش غادي دير ليا. نو سا سو في با دو سيت مانيير، ماشي بهذه الطريقه تنوقيو راسنا وماشي بهذه الطريقه تنعالجو راجلنا. نعاود نقول انا ما عنديش مشكل البلاصه اللي غتمشيو ليها، كو سا سوا سبيطار الحومه، لوبيتال بيريفيريك، طبيب العام، طبيب الخاص، كلهم هادو اشخاص اللي هما مسؤولين على انهم يحلوا لكم المشاكل ديالكم ويديروا لكم التقويم الذاتي ويديروا لكم ليدوكاسيون سانيتير ويتبعوا معاكم. وي كما قلت ما فيها باس، ضروري ومؤكد يكون عندنا واحد الطبيب ديال الاسره اللي عنده لو دوسي ديالنا وتيوجهنا. هذه واحد الحاجه اللي تتخفف علينا بزاف ديال المشاكل من بعد واللي تتسهل علينا التوجيه من بعد. شهرين شهرين ونص قبل من سيدنا رمضان الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، مرض السكري، امراض القلب والشرايين، ارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول، النقرس، مشاكل الهضميه، السمنه، كلهم الامراض المزمنه تنشوفوا الطبيب ديالنا من قبل، كو سواء الطبيب العام ولا الطبيب الخاص، تيعطينا نديرو ان بيلون، تيعطينا نديرو تلفازات القلب اللي خصنا نديروها، التخطيط ديال القلب اللي خصنا نديروه، لي بروف ديفور اللي خصنا نديروها. مهم تيدير لينا لو تور وتيدير لينا اون كلاسيفيكاسيون، تيجي تيشوف الحاله الصحيه ديالي كيفاش دايره، واش انا صالح انني نصوم ولا لا. منين تيقول لي الطبيب طبيب مسلم راه ما خصكش تصوم، هنا بقى التقليد عليه. سيد ربي تيقول بان الدين دين يسر وليس دين عسر، سيد ربي عطانا الاحلال، منين تنستغلوا هذاك الاحلال اللي عطانا سيد ربي هنا راه دينا الاجر ما ديناش الذنوب. ولا كان ممنوع عليك تصوم وصمتي هنا تدي الذنوب، لانك هذاك الشيء اللي في العام كله بيتيت مشيتي عند الطبيب وتبعتي وديرتي الرياضه ودرتي الريجيم ديالك ودوزتي العام كله بخير، تجي كل شيء تتهرسو في هذاك الشهر ديال رمضان. مورا الوغ كاين لي زوبيتو تيعمرو، السبيطارات تيعمرو، الكلينيكات تيعمرو بمالين سكر مالين القلب مالين طونسيون. علاش؟ حيت صام النهار الاول نهار ثاني السيمانه الاولى شد في الصبر ومن بعد دخل في انكوما ديال الهيبوغليسيمي، طاح ليه السكر في وسط النهار ولا طلع ليه السكر بزاف ولا توشى ليه عرق في القلب، وكثيره هي المشاكل اللي تنشوفوها. تري بيان، هذا الاسبوع قلنا مخصص لمرض السكري للاهميه ديالو، انا بالنسبه لي هو لو شيف دو فيل، لو شيف ديال الامراض المزمنه. ولكن كاين واحد الحاجه سميتها اب الامراض المزمنه اللي هو السمنه. السمنه هي ارتفاع في الوزن، هي ارتفاع في المواد الدهنيه في الذات ديالنا. السمنه تنعبروا عليها بون، كاين شخص اللي تيقول لك انا السروال ديالي ما بقاش تيجي قدي، انا حوايجي ولاو تيجوني مزيرين، هذه دو فو. منين تمشي عند الطبيب كاينين واحد العبارات اللي تيدار، واحد الحاجه سميتها لي ام سي. لي ام سي
هو لو بوا الوزن على الطول على بيسونس 2 لو بوا سور لا تاي على بيسونس 2 الوزن على الطول فوا جوج تي عندنا واحد لو باريم يا اما تنقولوا هذا شخص عادي عنده سمنه قليله عنده سمنه متوسطه عنده سمنه كبيره ولا عنده سمنه قاتله اون اوبيزيتي موربيد سورتو سورتو كثر كثر ملي تكون عنده شحمه في الكرش الوغ شحمه في الكرش راه كاينه على برا والكرش كبيره تنعبروا الدوره ديال الكرش الدوره ديال الكرش باقي ما عندناش واحد لو شيفر اللي هو مغربي 100% جينيرالمون حنايا تنتبعوا ليكول فرونسيز عند المراه تنقول منين دوره الكرش تفوت 80 هنا تنبدا تنهضر على كاينه لاغريسيف سيغال كاينه الشحمه منين عند الراجل تتفوت 90 تنبدا نهضر على لاغريسيف سيغال الشحمه في الكرش ما بقاتش غير عندي الكرش كبيره هي دليل على تاثير نيجاتيف ديال السمنه هو دليل على واحد الحاجه سميتها لو سيندروم ميتابوليك الداتي ديالنا واحد لورديناتور مبروغرامي انت تكون سمنه بزاف انت يكون واحد العامل خارجي ديجا تيتخربق هذاك لورديناتور بحال تيحماق وما تيبقاش خدام مزيان وهنا تنبداو فواحد الحاجه سميتها لو سيندروم ميتابوليك اللي هو واحد لا بغيتو الدات تتخربق تتزعزع وما تتبقاش غاده مزيان وما تتبقاش خدامه مزيان وتيبانوا الاعراض ديال الامراض المزمنه من بعد هذيك الشحمه راه ماشي اعتبروها كاينه غير في الكرش من بعد سيتون غريس فيسيرال اللي تدير هذوك الحبيبات ديال لاتيروسكليروز ولا تزاد عليهم السكر اكثر اللي تيتحطوا على العروق ديال الراس على العروق ديال القلب ديال اليدين ديال الرجلين الكلاوي هي واحد الحاجه اللي تقدر دير لنا شحمه في الكبده اللي هي لاستياتوز هيباتيك الاسئله كانت عليها كثيره واللي من بعد تتوصل التشمم الكبد يعني بحال عندنا ليباتيت فيرال مي اون فيت هي غير هذيك الشحمه اللي في الكبده وتتبقى تتزاد تتزاد وتولي عندنا واحد واحد ارتباك في الهرمونات ولا في الـ في الـ في الـ في هذوك لي ترونساميناز اللي هما اللي تيتفرزوا من عند الكبده اللي هي لي ريغوت اي لي جي بي تي وتنقدروا نوصلوا باغ لا سويت للتشمع ديال الكبد دونك ابو الامراض هو السمنه منها تيجيو الامراض الاخرى اللي هنايا هضرنا عليهم غادي نهضروا هاد الاسابيع كلهم على الامراض المزمنه والتهيئ لسيدنا رمضان اون ميم طون الاسبوع الاول حنايا مخصصينو للسكري هضرنا البارح على التعريف ديال السكري اليوم اون جينيرال اليوم غنهضر على اعراض السكري وغنهضر على السكري من شكل واحد لو ديابيت ماغر لو ديابيت ديال لو سوجي ديال الشخص الصغير الطفل ولا لادوريسون وعلى الاعراض ديالو قبل ما نهضروا على هذا الشيء غنعطيكم واحد الشيفخ وحدين اخرين السكري مرض مزمن عدد الحالات في ارتفاع مستمر 194 مليون حاله في العالم في 2003 وهي معرضه للارتفاع هذا الرقم غير تافع ليصل احتمالا 370 مليون حاله في 2030 واحد العمليه احصائيه دارتها وزاره الصحه على اشخاص اكثر عندهم اكثر من 20 عام في الحواضر وفي القرى في المدينه وفي القريه رجاء ونساء بينات بان 6.6% منهم مصابين بحالات السكري وما عارفينوش يعني تيبقاو غادين غادين والتاثير اللي قلنا لا ميكرونجوباتي ولا ماكرونجوباتي هذوك الحبيبات ديال السكري اللي تتحطوا على العروق الرقاق والعروق ديال الغلاظ ديال الذات وتاثروا وتاديو باغ لا سويت للعمى لا دياليز الجنب تيطيح العروق ديال القلب تيتبوشاو البطر ديال الاعضاء تيكون الاحتمال ديالو كبير بزاف لان ما كايناش المتابعه اعراض السكري نشوفوا هاد الميكرو تروتوار نعرفوا المواطنين ديالنا شنو هما الراي ديالهم شنو هما الحوايج اللي غايقولهم صحاح شنو هما المغلوطات باش نصحوهم ونرجعوا لكم مثلا تقريبا انا عندي واحد السيده نسيبتي مريضه به وديما الانسان ديما عيان سخفان فهمتي يعني كتكون الصحه ديالو متدهوره معرض لبزاف ديال مثلا النزلات ديال البرد الجوع بزاف فهمتي بزاف ديال العوامل اعراض كثره البول اولا يكون بنادم كثره الانفعالات والجروح بالنسبه للجروح ما تيبراوش دغيا على حسب مولد السكر هادشي هما هادو هما الاعراض اللي معروفين تيبان بالدوخه الدوخه ديالو
مع الراس اللي كان تيدوخ تيبدي تحضر بشي بشويه، العينين تيبداو ما يبقاش يبانو بزاف. وعلى عدم بيت تعدوا عليا وكل شيء، من دوز قال لي عندك السكر، راه الكل اللي تندوز بالماء، يا صيف يا شتاء يا كل شيء، وخلي على الله وصافي. اما بيا معايا طاحت داوني دوزوا لي الدراري قالك فيا السكر وفيا الطانسيون. رجعنا لكم الوغ ايفيكتيفمون، لاحظتوا الاجوبه ديال المواطنين ديالنا كانت ما فيهاش بزاف ديال المغلوطات، ولكن اللي لاحظ بان الاكثريه تيقولوا سكر العصاب، سكر هو نشرب بزاف ونبول بزاف. وتهنيا الاجوبه ديال ولي كومونتير ديال المتابعين ديالنا حتى هما غاديين في نفس الشيء، هو نشرب الماء بزاف ونبول بزاف. الوغ نشرب الماء بزاف ونبول بزاف هي منين السكري تيطلع وتيبدا يفوت جوج ديال الغرام، راه عاده نبدا نشرب بزاف ونبول بزاف. الوغ حنا ما نتسناوش هذا الشيء، السكري منين تيفوت جوج الغرام غيطلع 3 و4 الغرام، غادي يولي السكر عندنا في البوله، كاين الاحتمال ديال تكون هذيك الماده ديال لاسيتون اللي قلت لكم، هذيك الماده ديال لاسيتون تتمشي للدماغ تتاثر فيه وتنوليو في واحد الحاجه، والبوله تتولي فيها لاسيتون، تنشمو ريحه لاسيتون في البوله وتندخلوا لواحد لو كادغ اللي اسميتو لو كوما اسيدوسيتوزيك، الكوما ديال الناس اللي عندهم السكر ارتفع بزاف وتكونت لهم الماده ديال لاسيتون. دونك انا ما غنتسناش هادشي، لا تسنيت هادشي، هنا ما بقاش عندنا واحد الحاجه سميتها الوقايه خير من العلاج، وما بقاش عندي علاش انا نكون هنا. الوغ لا انا كاينه معكم هنا كل صباح، سي كيما تنقول الرسخ مبدا الوقايه خير من العلاج، وثقوا بيا عندي واحد الحلم واحد النهار في الكابيني ديالي والكابيني ديالنا حنايا كلنا الاطباء ان المرضى يجيو عندنا للوقايه. انا الوالد ديالي عنده السكر، اشنو خصني نبدا ندير الطبيب ولا الطبيبه باش نعرف النهار اللي غيجيني السكر واش كاين احتمال يجيني السكر ولا لا، اشنو ندير باش ما يجينيش السكر، وكيفاش نعرف السكر بواحد الطريقه مبكره. انا اللي تسنيت العلامات ديالو وهي ما درت والو. نعاودو نديرو واحد التذكير، السكري هو ارتفاع نسبه السكر في الدم. شحال هادي كنا تنهضروا على واحد لادوز ديال غرام فاصلة 27 26، منين تنفوت غرام 27 26 هنا تنبدا تنهضر على ان عندي السكر. من بعد هبطات لهاد لادوز ولينا في غرام فاصلة 16. اكطويلمون حنايا تنتبعوا كما قلت ليكول فرونسيز المدرسه الفرنسيه تنقولوا غرام فاصلة 10. انا بالنسبه لي في الكابيني ديالي تنقول واحد ما عندوش السكر منين تكون عنده قل من 1 غرام، قل من غرام في الصباح بلا فطور، 8 سوايع ديال لو جان 8 سوايع ما كانش وعبرت السكر ولقيت عنده قل من غرام، فوت من 1 غرام ما بين غرام غرام فاصلة 10، تنقول هذا الشخص انت معرض واحد النهار ان يجيك السكري. راه هنا خصك تبدا ما تاخذش الدواء، ولكن غدير الريجيم ديالك والرياضه ديالك وغتبدا دير خزان السكر ديالك كل 3 شهور وتبدا تعبر ليا السكري بلا فطور مره اكثر من غرام فاصلة 10. ما تنقولش انت معرض غيجيك السكر، انت فيك السكر. الوغ تنبداو بيان سيغ واحد شهر ولا شهرين ولا 3 شهور بالمتابعه، تندير العبارات ديالي وتراقب لهاد في الدول المتقدمه قل من 2 غرام جينيرالمون تيقدروا يعالجوا الناس غير بالريجيم والرياضه، اكونديسيون كانهم تيتبعوا هذاك الريجيم والرياضه بواحد الطريقه منتظمه ومعقلانه، لانهم وصلوا لواحد لو دوغري ديال التوعيه اللي ولات كبيره بزاف، لانهم عرفوا المخلفات ديال هذاك المرض. راه ماشي بقات في السكر طالع ليا هذيك الساعه، بقات في المخلفات ديالو من بعد على الصحه ديالي. واحد المصطلح تقال البارح من في الميكرو تروتوار ان مرض السكري مرض خبيث، انا ما نقولش مرض السكري مرض خبيث من الاول، لان بالنسبه لينا حنا سورتو من تنقولوا المرض خبيث تنمشيو مع لو كونسير تنمشيو مع السرطانات، ولكن غنقول مرض خبيث في المخلفات ديالو، المخلفات ديالو على الصحه ديالنا. اه نقدر نقول بانه مرض خبيث منين تنشوف ناس اللي شادين الفراش ومقطعين ليهم رجليهم، مرض خبيث منين تنشوف ناس اللي منين تنمشي نحل لو بونسمون ونبدل لهم لو بونسمون راه هو مسكين تيغرق ولا هي تتغرق بها الدنيا وتيستحمل هذيك الريحه وجالس بيت بوحدو وما تيقدروش الناس يجلسوا حداه تيقدرش يتحرك، هنا تنقول بانه مرض خبيث. منين تيولي شاب ولا شابه عندها 20 و25 وهما كثارين الحالات اللي شفتهم ما بقاوش يشوفوا بالعوينات ولا شي واحد جارهم، هنا غنقول مرض خبيث. منين تيوليو اطفال عندهم 16 عام و20 ما بين 16 و20 عام ومحبوسين في لادياليز جوج مرات في الاسبوع خصهم يديروا لادياليز، الله كنا راهما باقيين تيقراو، الله كنا راهما باقيين تلاميذ، الله كنا راهما باقي العظم ديالهم في طور النمو، هو يلا عظمو تيكبر
يلا تيتحيد هذاك لوكارتيلاج دو كرواسونس، هذاك العظم ديال الصغر باش يجي العمر العظم ديال الكبر، وتيبدا في المخلفات ديال الدياليز، هشاشه العظام، الهرس، الفقر ديال الدم. ويكفي انه جوج المرات في الاسبوع حتى ثلاثه المرات في الاسبوع محبوس في هذاك لو بوست اللي تيبدل فيه الدم ديالو. الوغ هنا بيتيت غنقول بانه مرض خفيت. الله يجازيكم بالخير، راه هادشي كلشي نقدروا نتفاداوه. ما نقولش مرض السكري مرض العصر ايفيكتيفمون، ولكن هو ساهل، راه يكفي انني نصاحب معاه. علاش انا غنطرح هذا السؤال؟ علاش الناس اللي عندهم الضيقه دائما هازين معاهم رابو الزق؟ دائما هازو معاه حيت تيخاف عيت تشدو لا كريز، تيبدا يدير رابوز ديال الزرق ديالو تيرشو، خايف على راسو، خايف على راسو لانه غيتخنق ويقدر يموت هذيك الساعه الله يحفظ. هو السكري كاين ولفتي انه يطلع هو طالع هو هابط هو طالع، تيجيو عندي المرضى تنقول لها شريف راه عندك راه عندك 3 غرام ونص. ايوا الحمد لله. كيفاش الحمد لله؟ راه الطبيب راه تيكون عندي 6 ديال الغرام، دابا راه 3 غرام ونص راه بخير، راني لاباس. لا يعقل 3 غرام ونص، ودائما راه هي 3 غرام ونص ديال الحبات ديال السكر اللي تجمعوا، وسيرتو الا كانت عندك السمنه وزاد عليهم الحبات ديال الكوليسترول، راه هما مشاو للعرق وبداو تيسدوهم، راه بدا التاثير ديالو عليهم. دونك لا يعقل. الوغ منين الشخص العادي الخزان ديال السكر ديالو خصو يكون 4 5 5 ونص. الناس اللي عندهم السكري تنقبل ان الخزان ديال السكر يكون ما بين 5 ونص و7، ما عنديش مشكل، ولكن المينيموم السكر ديالي منين تنعبروا بلافطو نلقاه اقل من غرام ونص، 3 4 الغرام، من 2 الغرام راني في الخطر، من 2 الغرام راه كاين لو ريسك ديال الكوما اسيدو سيتوزيك من بعد، من 2 الغرام راني بديت في المخلفات الثانويه على الصحه ديالي. وعلاش على راسي بهادشي؟ الو كل حل ساهل، 3 ديال الحوايج. ما نبداش بالدواء، انا الدواء تنخليه هو الاخر، الريجيم والرياضه والدواء. الريجيم ديالي اللي هو هذاك الهرم اللي غادي نهضروا عليه غدا ان شاء الله، وغادي نجيب لكم لي بوبليكاسيون ديالو. الرياضه اللي درت نص ساعه ديال المارش في النهار، نعتبر بان ها انت غادي نفيق مع 8 باش نمشي للخدمه، نفيق مع 6 ونص ونخرج ندير واحد شويه لامارش، نمشي غادي نشري الباريزيان، غادي نشري الحليب، وهي هذيك في بلاصه ما نمشي للحانوت اللي حدايا، نمشي للحانوت اللي شويه بعيد. عندي الدروج في الخدمه نطلع الدروج، ما نطلعش لاسونسور، نقول لاسونسور عامر ونطلع الدروج. راه هي سهله انني ندير نص ساعه ديالي في لامارش في النهار، وانني نحرق هذاك السكر. عندي الامكانيات نمشي لاصال، ما عنديش الامكانيات تبارك الله، البلاد ديالنا كبيره وغنيه، عندنا الغابات وعندنا الجرادي وعندنا البحر، وعطى الله فين نتمشاو. غير الا بغينا خاص تكون الاراده والعزيمه ديال اننا نبغيو نتمشاو. انا منين تنقول ريجيم ما تنقولش لكم حرموا راسكم، انا كانسانه ما عندي لا سكر والو، ولكن الوالد ديالي عنده السكر والوالده ديالي عندها الملحه، يعني وعندي العامل ديال الوراثه ديال السكر وديال الملحه وديال السرطان في العائله، دونك خصني نحمي راسي. تنحمي راسي، واحد الحاجه سميتها السكر والملح حيداها من الدار، ما تدخلش عندي للدار. ولفت لدرجه ان بناتي ولفوا انهم ياكلوا بلا سكر بلا ملحه، تنعطيهم لا دوز اللي خاصهم ديال اليود بيان سور ديالهم سي تو، يعني تيولي الولف. انا دابا عطيتيني اتاي وقلتي لي راه ما فيهش السكر، ولا كان ويكون فيه غير المقيطه ديال السكر ما غيدوش ليا، بغيت صرت حيت ولا عندي لا نورمال، هو اتاي بلا سكر، هو قهوه بلا سكر، حيت السكريات المضافه نبعد من مسمن البغرير لي فريتور. الوغ انا جو تروف كو منين تنشد الحوت وتنشويه ولا تنخشيه في الفران بزويته ديال العود، مين مين فو حسن كو منين تنجيب هذاك الحوت عامر بالزيوت وتنشد الحوته بحال هكا غادي ناكلها، وهي تدير هكا تتشرشر بالزيت. جو تروف كو سي ديغوطون بالنسبه ليا انا، داكوغ. اما منين تنشد هذاك الحوت وغادي نجلس وغادي ناكلو وهو مدير في الفران ولا اون بابيات ولا مشوي، راه خدت لو ماكسيموم ديال الحوايج اللي خاصني فيه، وكلت واحد الحاجه صحيه ومنتظمه. شنو هما الحوايج اللي حنايا حارمين منهم من السكر؟ في رمضان التمر، تنقول لك خذ تمره كبيره ولا 3 تمرات صغار، داكوغ. غنقول لك حيد لي باتيسخي، انا كلشي تنقول لي حيد الزيت والحاجه اللي مقليه في الزيت ولي باتيسخي ولي فريتور، لان ما فيهم حتى من فعاليه. تو فو تو فيغ بليزيغ، وخلي السكر ديالك يتقاد، ومره في الاسبوع انت جازي راسك ولا انت كافئ راسك باش بهذاك الشويه ديال شي حاجه اللي غادي ناخذها اللي الفا مو فيغ بليزيغ، اللي غادي ناكلها والفا مو فيغ بليزيغ تو سامبلومون. والدواء ديالي بزاف الاسئله كانوا كثار البارح، شكون عندي 2 غرامون، شكون اللي يحسب لي الانسولين ولا الفانيد؟ لا راه ما تتحسبش بهذه الطريقه، كاينين الناس اللي خصهم الانسولين
الشكل واحد ما تياخذوا حتى شي حاجه من غير الانسولين، لان انا غنشرح شنو هو السكري من شكل واحد. شكل جوج تنبداو ليهم بالفانيد، ولكن مع الوقت يقدر الفانيد ما يبقاش قاد، نوليو فواحد الحاجه سميتها الانسولين ريزيستانس، تنقولوا لواحد ضعف بزاف السكر بدا تياكلو. الوغ في هذه الحاله هنا تنضطروا اننا ندوزو من الفانيد الانسولين، ولا تنقدروا ناسوسيو لي دو اللي هما الانسولين والفانيد بجوجهم. دونك الطبيب الوحيد هو اللي تيقرر شنو هو الشكل ديال الدواء اللي غناخذو. نشوف شويه الاسئله ديالكم. لا هو ما مجريينش عليا، غير انا منين تنهضر في الوقايه ايتو تنكون تلمو ايمو، وتنكون شفت الحالات اللي عندي ديال الناس اللي تاثروا، واللي كما قلت هنا نقدر نوصف السكري بمرض ماشي سرطان ولكن مرض خبيث. بغيت نوصل لو ميساج. شكرا بزاف على النصائح، هذا واجب. الله يرحم اللي قراك، الهلا يخطيك لينا الله. وراه السكر الوغ عندك 2.50 غرام ديال السكر داكوغ. سلام دكتور، واحد الاخ ديالي فيه السكر وعبرتو ليه لقيت ليه 5.46 غرام فيه الدوخه وكيشرب الدواء ديال العصب. الوغ هند، هنا ما غنقولش كاينه علاقه ما بين الدواء ديال العصب وهذيك النسبه ديال السكر اللي عند هذا. الوغ عنده الاعصاب تياخذ الدواء ديال العصب سي بون، خصو يتبع الدواء ديالو، ولكن 5.46 غرام الاخ ديالك معرض في اي وقت انه يدخل في الكوما ديال لاسيدوسيتوز، اللي هي لاسيتون غادي يرتفع بواحد الدرجه كبيره وياثر على الدماغ ديالو ويقدر يدخل في الكوما. الوغ دغيا دغيا دابا نيت غتهزي الاخ ديالك سواء غتمشيو عند طبيب عام سبيطار ديال الحومه ولا طبيب اختصاصي في امراض الغدد والسكري البلاصه اللي غترتاحوا فيها، يشوف الاخ ديالك يبدا ليه الدواء، يعطيه التحاليل ديالو السكر بلا فطور، الخزان ديال السكر، التحاليل ديال الكلاوي، الملحف الكلاوي، التحاليل ديال الكوليسترول ديال الكبد، الغده الدرقيه، كله لو بيلون اللي تيدار باش نكلاسيو هذاك السكر، ويدير الرياضه ديالو من بعد، ويدير يعطي التوعيه ديالو، غيدير ليه ليدوكاسيون الطبيب ديالو، يدير الرياضه ديالو من بعد، ويدير الريجيم ديالو من بعد، لانه خصو يهبط هذه النسبه ديال السكر 5.46 غتلقى الخزان فوق من 11%. صباح الخير ناس ديال الشادمه، صباح النور، تحياتي يا ربي تشافي الناس كلهم. مرحبا الوغ ميرسي بوكو دكتور، هذا واجب، شكرا ليك، هذا واجب باش نتفاداو، غنعطيكم النصائح باش تتفاداو. الله يعافي كل مريض. دكتوره شكرا، مرحبا. سوريا صباح الخير، سوريا توحشتكم بزاف، توحشتو ليكيب. بعيد عن الموضوع ماشي مشكل، الله يخليك. عندي الم كثيره تقريبا يوميا في الجهه اليسرى من البطن، من السره الجهه اليسرى من البطن تحت السرعه من البطن من السره لتحت الضلعه وكينزل تحتها، واخا تنشرب الدواء مثلا ما كيفوتنيش الحال. الوغ لالا امونه واش درتي؟ لالا امونه من دبي، هي واحد ايمان من دبي، هي واحد المتتبعه ديالنا وفيه، تحياتي للناس ديال دبي والمغاربه ديالنا في دبي، وتحياتي ليك ايمان. الوغ واش درتي التلفزه ايمان؟ خصك توجي عند الطبيب ديالك ديري اونيكوغرافي، تاكدي بان بون الجهه اليسرى، تاكدي بان ما كاين حتى شي مشكل، غير درك اونيكوغرافي صغير توجور الكبده والمراره راه ما في الجهه اليمنى، غيشوف الطحين ديالك، غيشوف الكلاوي ديالك. الوغ غالبا تقدر يكون مشكل في المعده، يقدر يكون مشكل في المصران، يقدر يكون انتفاخ ديال المصران، يقدر يكون القولون العصبي، دونك المصران منفوخ وعندك العصب في المصران، وهادو حوايج اللي تيقدروا ياثروا. دونك هذيك الساعه غيعطيك الدواء ديالك، وخصك ديري لا مارش وتشربي الماء بزاف وديري ريجيم كما تنقول لك دائما. تنعاني من الانتفاخ في البطن، واخا عابر الانتفاخ من في البطن. الوغ كاين القولون العادي اللي هو عين لي غاز في المصران، كاين القولون العصبي اللي هو تيكون تا لا كومبوزون ديال لو ستريس، هنايا تنزيد واحد شويه ديال لا دوز ديال المغنيسيوم باش نحيدوا هذيك لا كومبوزون ديال الاعصاب اللي حتى هي تتاثر. الوغ تحيدي المواد اللي هي تتادي انتفاخ ديال البطن، كل الحوايج اللي فيها لي غاز، كسكسو، قطنيه، حريره، لبن، مناضه، عصير الليمون، الكرم، لي شو، لفت، تتقصبيه، الجلبانه، الفول، النعناع، كلهم هاد الحوايج غنيين بالغاز، فيهم الغاز بزاف. غتشربي ليا الماء مزيان، غتشربي ليا الماء مزيان، وغتبداي ديري لي واحد نص ساعه ديال لامارش، والطبيب ديالك غيعطيك هذاك لو شاربون اكتيف اللي هو اللي تيشرب لك الغاز من المصران. الوغ il faut le prendre le diabète comme un ami, ne jamais fatigue. Oui, il faut prendre le diabète comme un ami et ne jamais comment le prendre comme un ennemi. Sinon, c'est lui qui aura le dessus.
تو غيزون هو هذا المثل اللي تنقول. السكر هو بحال الجار الدار قدام الدار، خصك تصاحب معاه وتوالم انت وياه وتقول ليه السلام عليكم وعليكم السلام باش تحلى العشره وباش ما تغلبو ما يغلبك صاحبو، ولا غادي تضاربو غتحرى العشره ولا كان هو اللي غادي يغلبك. سي سيغ سيغتان هو اللي غادي يغلبك. جزاك الله خيرا دكتوره، انا الان في المستشفى في ايطاليا، ما يكون عندك بس حبيبه ديالي من اجل الفحص الدوري للسكري. عندي واحد السؤال، بنتي هذه 6 شهور ما بغات يتقاد ليها السكر، مره طالع مره هابط، الان وصلت ليها الانسولين 32. الوغ هذا المشكل تيكون عندنا بزاف عند شباب، اللي الشباب والشابات اللي هما مصابين بمرض السكري من شكل واحد، وهذا السكري من شكل واحد عند الوغ نبدا بعدا كي نعطي تفسير ديال السكري من شكل واحد. الوغ اعطينا التعريف ديال السكر، التعريف ديال السكر قلنا لا دوز ديال السكري منين تترتفع. دونك هنا تنهضروا على السكري، السكري فيه ثلاثه ديال الاشكال، واحد شكل مبين ما تنهضروش عليه بزاف، كاين شكل واحد وشكل جوج. السكري من شكل واحد ولا لو ديابيت 1 تيتسمى لو ديابيت دو سوجي ماغر اي لو ديابيت دو سوجي جون، هو السكر ديال الشخص اللي هو ضعيف والسكر ديال الشاب والشابه الطفل والطفله. هاد السكر غالب غالب الظن ما تنجيوش ونعرفوا جينيرالمون، ما تيفكرش فيه الشخص ولا ماشي تيمشي على واحد الاعراض والطبيب تيلقى عنده. يا اما واحد الشخص طاح في واحد الغيبوبه طلعت ليه لاسيتون وطاح في غيبوبه السكر، ومنين ديناه الطبيب منين تيجي قلبو تيشم ريحه لاسيتون في الفم ديالو، من بين اولى الحوايج اللي حنايا تنديرو منين واحد تيطيح في الغيبوبه هي تنعبروا ليه السكر، تلقاو السكر طالع سما تنعبروا لاسيتون في البوله، تنقلبوا البوله تلقاو فيها 3 4 ديال الكروات ديال السكر وتلقاو لاسيتون طالع في البوله. الوغ هنا اون ديكوفغ السكر. يا اما الناس يردوا البال هذاك الشخص تيقولوا ليه راك ضعفيتي بزاف، تيمشي عند الطبيب تيقول لي انا واخا تناكل راه تناكل وتنتكال، بحال هكذا هو المصطلح اللي تنسمعوه تناكل وتنتكال، وهنا تيكون التاثير ديال السكر عليه. منين تيعبر ليه الطبيب السكر تيلقى السكر طالع، منين تنديروا الخزان السكر تلقاو 10 11 12% وكثر. يا اما الشخص تيبدا تيحس بانه تيشرب بزاف وتيبول بزاف لواحد الطريقه اللي كبيره بزاف اللي تضايقو، تيفيق تيقول لك انا تنصبح مهدود، علاش؟ لانني ما تنعش مزيان، علاش؟ لانني تنفيق 4 5 المرات في النهار. جينيرالمون الناس يقولوا ليه ضربك البرد عندك الميكرو في البوله، تيمشي للفارماسيان ميم سي جو سوي با داكور، خصنا نحيدوا لوطو ميديكاسيون، خصنا نحيدوا اننا ناخذوا الدواء من ذاتنا راسنا، تيمشي تياخذ الدواء ديال الميكروب ديال البوله ما تيفوتوش الحال، تيبدا تيضعف ولا تيبانوا عليه العلامات الثانويه ديال غادي السكر هبط البوله ولا بدا طلع لاسيتون الردان والغيبوبه والغثيانيتو، تيمشي عند الطبيب تيلقى بان عنده ارتفاع في السكري. الوغ هادشي جو فولي لو دير باش كوم كوا جينيرالمون ما تنعرفوش هاد السكر في واحد الفتره اللي هي اللي هي قريبه. هذاك الشيء علاش بزاف الشباب اللي عندهم مشكل السكري تلقاو عندهم تيوصلوا دغيا دغيا لا دياليز، ولا تيوصلوا دغيا دغيا اللازر ديال العينين على قبل ان العينين تقاسوا، ولا تيوصلوا دغيا دغيا العمى الله يحفظ، لان ما تنعرفوا هذاك المشكل غير بواحد الطريقه اللي هي متاخره. الوغ منين يكون عندنا العامل ديال الوراثه عندنا في العائله السكر عند الاب عند الام عند الخوت عند العم عند الخاله، كاين العامل الوراثي ديال السكري. الوغ هنا خصنا دائما تكون عندنا هذاك المراقبه المستمره، عندنا طبيب الاسره والطبيب العام اللي تمشي عنده واللي عارف بانني عندي عامل الوراثه ديال السكري، واللي تندير عنده لو بيلون ديالي تيعطيني ندير تحاليل ديالي بواحد الطريقه دوريه، وهنا تنعرف المشكل بواحد الطريقه مبكره قبل ما يبانوا عليا العلامات. ما خصنيش نتسنى العلامات، لان العلامات متى تبان تنوصلوا لواحد 2 غرام سكر تيبدا السكر في البوله عاده تيبداو يعني تنكونوا في واحد الطريقه اللي هي متطوره، واحد لي دوز اللي هما كبارين ديال السكري وارتفاع السكري في الدم عاده تنعرف بان عندي المشكل ديال السكري. الوغ هنا هذه واحد الطريقه ديال الوقايه، عندي مشكل ديال السكر في العائله وعندي العامل الوراثي، خصني نحضي راسي نحيد السكريات المضافه، نحيد الدهون المشبعه، نحيد الحوايج اللي مقليين في الزيت، الخبز ناخذ الخبز بالنخله والحمراء ديالو 4 في الصباح 4 12 4 في الليل، ناخذ 5 ديال الخضر فواكه ديالي في النهار، نقص من البطاطا وخيزو نقص من البنان، ندير الرياضه ديالي نص ساعه ديال لا مارش ديالي في النهار، ندير لاصال ندير الرياضه اللي بغيت في الامكانيه، في حاله ما عنديش الامكانيات نص ساعه ديال لا مارش ديالي في النهار ديجا راه هي كافياني. دونك هنا انا عندي العامل ديال الوراثه وتنوقي راسي ديجا من السكري، تنحمي على الصحه ديالي وتنوقي راسي من السكري. الوغ لا ما تنقراش غير اللي بغيت انا، راه تنشرح واحد غادي نرجع نقرا لكم، اللي ما جاوبتوش على السؤال ديالو غير يعاود يطرح لي السؤال وغادي نقرا ليه السؤال. انا ما تنعزلش هنايا، بتات تنشوف الاسئله تنقدر نجمع 2 ولا 3 الاسئله وتنجاوب عليهم، ايبي من هادشي اللي تنقول لكم راني تنجاوب على الاسئله ديالكم اون ميم طون. الوغ دونك قلنا السكري سي لاباناج ديال لو سوجي جون، هنا تيكون ناتج عن انخفاض افراز ماده الانسولين في الذات.
دونك الدواء ديالو هو الانسولين. الدواء ديالو ضروري هو انني نعطيه الانسولين لان كاين انخفاض ديال السكريسيون ديال الانسولين. غالبا هو واحد الدواء اللي تيتخذ افي الحياه كلها و تنتبعوا لابد الريجيم. الوغ الحاجه اللي هنايا تنوصي عليها بزاف ان الناس اللي تياخذوا الانسولين كما قلت البارح من دوك الانسولين ديالي تتكون عندي الصينيه ديالي ديال الماكله محطوطه لان كاين لو ريسك ديال انخفاض ديال نسبه السكر. لاكتيفيتي فيزيك ديالي الخدمه ديالي ولا الطريقه اللي تنتحرك بها خصها تكون خصها تمشي مع مع النسبه ديال يعني ما خصنيش ندير واحد المجهود عضلي ولا واحد المجهود ذاتي كبير بزاف بارابور النسبه ديال الانسولين اللي تناخذوا ولا النسبه ديال السكر باش ما نطيحش في لي كريز ديال ليبوغليسيمي اللي تيكونوا كثارين بزاف على الناس اللي تياخذوا الانسولين. الناس اللي تياخذوا الانسولين تيفطروا تيتغداو تيتعشاو تياخذوا واحد الحاجه سميتها لي كولاسيون هذوك لي غوتي اللي هو ديال 10 ديال 4 ديال 6 اللي ماشي تنجلس على الطبله وتناكل غناخذ كاس دانو ناتور كاس ديال الحليب خبيز خصه مطيشه خياره تفاحه دونك اون بوتيت كولاسيون. دائما خص لاباري ديال السكر ديالي مهزوزه معايا ملي نحس بالعلامات بانني غيبداو ينخف ليا السكر خصني ناخذ السكر وخصني نتبع نعبر السكر ديالي. الوغ دائما عندي واحد 4 ديال الحبات ديال السكر مديورين في واحد الساشي وهزو معايا. وكما قلت لا كارت سانيتير البارح اللي فيها الاسم ديالي اللي فيها لو غروباج ديالي اللي فيها انا حامل للسكري من شكل واحد وتناخذ الانسولين وها الرقم ديال الانسان اللي تعيطوا ليه اون كا دورجونس و لا بانوا عليا العلامات ديال تحت السكر وغيبت هذوك الناس غادي يعطوني السكر. ما نتسناش تنطيح في الغيبوبه ديال ليبوغليسيمي عاد نغسكري راسي ديجا تنكون عارف العلامات ديالها. العلامات ديال انخفاض نسبه السكر في الدم هي ان الواحد تيبدا تيرعد تضر المعده ديالو تجي بحال حالات ديال القيء تجي بحال الدوخه تتهبط عليه واحد العرقه اللي تيبيك تيقول لك هبط عليه سطل ديال المبارد تخوى عليا. الوغ غابيدمون لو غوسكراج 3 4 ديال الحبات ديال السكر مشفر نخشيهم تحت من اللسان ديالي نخليهم يذوبوا وناخذ موراها واحد السكر بطيء والسكر البطيء الوحيد اللي كاين هو الخبز ناخذه ناكلو ونعبر السكر ديالي من بعد. الا تحياتي من مكناس تحياتي ليك. سلام من 15 يوم هادي كان طالع لي السكر حتى ل 4 الغرام فاصله 45 لقى لي الطبيب لاسيتون عطاني حبه ديال 4 الغرام الحمد لله طاح لي الخزان 11 نحس براسي ماشي مزيانه. الوغ مينا لاسيتون طالع لك السكر بزاف و4 الغرام فاصله 45 وخاصك لاسيتون الوغ انا نفضل بانك تكوني في واحد المصحه تكوني اوسبيتاليزي دونك في السبيطار ولا في مصحه خاصه ولا فين ما بغيتي على حسب الامكانيات ديالك وعلى حسب الارشاد ديال الطبيب ديالك. اول حاجه خصنا نعرفوا هذا الارتفاع ديال هذا السكر بهذه الطريقه مناش واش غير هو عدم الانتظام في الاخذ ديال الادويه عدم الانتظام في الريجيم ولا كاين شي مشكل ديال شي ميكروب. جينيرالمون الناس اللي عندهم سكر وتيديروا الانسولين ولا الناس اللي عندهم سكر اون جينيرال منين تيجي الميكروب تيكون ميكروب في النبوله تيكون ميكروب في الوالده تيكونوا حلاقم تيكون مشكل ديال الضرسه اي ميكروب المناعه ديال هاد الاشخاص تكون هابطه واول ما تيكون هذاك الميكروب تيرتفع عليهم السكر بواحد الطريقه اللي هي مهمله داكوغ. دونك هاد الناس جينيراليزون لابد اننا تندخلوهم لواحد العنايه المركزه تنديروا كلهم التحاليل نعرفوا واش كاين شي ميكروب ولا لا يعني تحليله ديال لاينفيس بلاكيت ولا سي ار بي اللي هي دليل على الالتهاب وعلى التعفن منين تلقاوها طالعه تنقلبوا فين كاين هاد الميكروب وتنداويو الميكروب او ميم طون تنعطيو واحد الحاجه سميتها لانسولينو ثيرابي اوغير على راس كل ساعه ولا ساعتين تنعطيو واحد لا دوز ديال الانسولين تتنهبطوا السكر وتنقدوهم ولا ما تيحيد الميكروب وتيتقاد لك السكر ديالك تتخرجي بالريجيم ديالك بالرياضه ديالك وبالنسبه ديال الانسولين اللي هي تتاخديها. شكرا على النصائح القيمه هذا واجب مساء امس قيت قيء بني اللون هل هو مشير سيء؟ خولة قيء بني اللون يقدر يكون دليل على انك رديتي الدم الوغ هذاك سا بو اتر دو سون الوغ قيء بحال هكاك خصك ضروري تمشي تشوفي الطبيب كسا سوا طبيب عام ولا طبيب اختصاصي في الجهاز الهضمي. بيان سور غادي يقلبك غادي يدير لك تحليله ديال فقر الدم ديالك غادي يدير لك التلفازه يقدر يضطر انه يعطيك ديري تويو ديال المعده داكوغ ولا تويو ديال المصران ونعرفوا واش كاينه قرحه المعده ودازت بالدم واش كاين التهاب في المعده ودازت بالدم واش كاينه شي سلخه في المصران وهي اللي دازت لك الدم وباش تاخذي لو تريتمون ديالك. عندي الاصابع ديالي منملين واش عندي السكر؟ ماشي السكر بوحده هو اللي تيخلي الاصابع تيتنملوا النقص في الفيتامين بي النقص في الكالسيوم النقص في الفيتامين دي العصب والنقص في المغنيسيوم هادو كلهم حوايج اللي تيخليو
الاطراف ديالنا تيتنملوا. ساغيز توجور انك غدير ان بيلون، هاد لو بيلون غدير فيه تحليله ديال السكر بلا فطور، الخزان ديال السكر، النسبه ديال فيتامين دي في الدات، النسبه ديال فيتامين بي، النسبه ديال الكالسيوم، النسبه ديال المغنيسيوم، وتاخذ لو تريتمون اللي خاصك. شكرا ليك دكتور على النصيحه، هذا واجب. تبارك الله عليك والانيشيتيف ديالك دكتور، هذا واجب اسيدي. مرحبا، غناخذ واحد الفاصل قصير ونرجعوا لكم فاصل ونواصل. سي هشام دياب، تحية خالصة دكتورة نسرين، تحياتي لك. سي جلال، واش انت طبيبة؟ انا طبيبة اسرة، طبيبة اسرة، تندير لا ديتيتيك، تندير لا نيتريسيون، تندير العلاج والتقويم الذاتي. دونك ولكن انا هنايا ماناش بور لا بيبليسيتي، انا هنايا للارشاد، لانني كوتش سيرتيفيه في الارشاد والتوعيه الصحيه. انا هنا في الارشاد والتوعيه الصحيه، هي هو الفو سافوار واحد الحاجه، سكو انا تيعجبني نقرا لي كومونتير، كو سوا دي كومونتير زوينين ولا دي كومونتير خايبين. علاش؟ حيت شاك كومونتير معناه بانك سمعتيني وتصنتي ليا واستفدتي بشي حاجه، واحد النهار هذيك المعلومه اللي عطيتها غادي تفكرها. دونك شكرا على لو كومونتير ديالك. سلام دكتوره، شكرا على النصائح. اللي عجبني في هذا الفيس هو هذا اللايف ديالك، لانه مفيد جدا جدا بنصائحك المفيده جدا جدا. الله يكثر من مثالك، والله يجعل لك هذا العمل في ميزان الحسنات المقبول، الله يحفظك. حسن زيدي مرحبا، تحياتي. صباح الخير دكتوره، انا كنستعمل والكينه عندي تري بيان. الوغ هاد الكينات اللي تاخذو مزيانين، الوغ حنا ما تنقولوش هاد الدواء مزيان ولا هاد الدواء ماشي مزيان. الدواء كل الادويه راه هي مزيانه، اكونديسيون تاخذها ودير معها الريجيم والرياضه، والسكر ديالك بلا فطور يكون تقاد، وما تكونش عندنا الملحه في الكلاوي، ومن نديرو التقليبه ديال العينين ما نلقاو فيها والو، والقلب ديالك من نديرو التخطيط ديال القلب ما نلقاو فيه والو، والاطراف ديالك والحساسيه ديال الاطراف ديالك تكون مزيانه، والخزان ديال السكر ديالك يكون مزيان. نسبة انتي لا انا دكتورة سي حسن، سميتي الدكتورة نسرين سيجام. نسبة السكر غرام فاصلة 0.8 مطمئنة ولا لا؟ انا تنفضل السكر ديالي يكون قل من غرام، داكوغ. هنا تنقول بان ما كاينش مشكل ما بين غرام غرام فاصلة 10، تنقول للناس اللي عندهم ما بين غرام غرام فاصلة 10، الوغ حضيو راسكم، ديروا الرياضة ديالكم، ديروا الريجيم ديالكم باش ما تصابوش بالسكري واحد النهار. دكتورة عندي نسبة السكر الخزان 7.52، واش مزيان؟ الخزان 7.52 راه هو طالع شوية، ولكن مزيان ولا لا على حساب واش أنت مصاب بالسكري ولا ماشي مصاب بالسكري. إلا كنتي مصاب بالسكري 7.52% سي لوجيك، عاود زيد بالرياضة ديالك، عاون بالرياضة ديالك وبالريجيم ديالك باش يهبط لقل من 7. إلا كنتي ماشي مصاب بالسكري وعندك الخزان 7.52% راه هو طالع، خصك تمشي تشوف الطبيب، دير التحليلة ديال السكر بلا فطور، تحليلة لو بوست بخون ديال السكر ساعتين من مورا الماكلة، وتشوف واش خصك تاخد الأدوية ديال السكري. سلام، عندي الغدة الدرقية وتنشرب الماء بزاف وتندخ بزاف وتندخل الحمام بزاف وتنتفخ من رجلي ومن الخصر تاعي. يويو خصك تمشي تشوف الطبيب ديالك. دابا بعدا كاينه بطبيب اسره باش ندير باش دير لو ديغنوستيك. الوغ الغده الدرقيه ديالك بيان سور تاخذ الدواء ديالها، وخاصك دير التحليله ديالها على راس كل ساعتين، بليطو على راس كل شهرين تدير التحليله ديال الغده الدرقيه اللي هي لا تي اس اش از باش تدير المراقبه. غادي تشوف الطبيب ديالك، غيدير لك التحاليل ديال الكلي، غيدير لك بعدا كاينه غيقلبك كومبليتمون، غيشوف لا طونسيون ديالك، غيقلب لك البوله ديالك، غيشوف واش عندك الملحه في البوله، وغيعطيك ان بيلون. هاد لو بيلون غادي يعطيك فيه التحليله ديال السكر بلا فطور، الخزان ديال السكر، لا ميكرو البومينوري، الملحه في البوله ديال 24 ساعه، تحاليل ديال الكلي، تحاليل ديال الكبد، وبيان سور ديال الغده الدرقيه. هنا طبيب الاسره غادي يقول شنو هو المشكل اللي عندك، سواء غيعالجك سواء غادي يصيفطك عند الطبيب اللي هو غيتكلف بالحاله ديالك، سواء طبيب ديال القلب ولا طبيب ديال الكلي ولا اختصاصي في امراض الغدد والسكري، على حساب المشكل اللي غادي يطلع يطرى عندك.
ولدي تيدير عنده 15 سنه كيضرو ملي كاين عنده 5 سنوات. الوغ لالا رانيا، الوغ هنا رجعتيني لواحد الحاجه اللي كنت نهضر فيها وحبست باش نجاوب الاسئله. الوغ المشكل ديال الاطفال ولا ديال الصغار هو انني ما نقدرش نحلمو 100%. تيمشي للمدرسه تيشوف الوليدات تياكلوا لي بونبون، تياخذوا لي سوسيت، تياكلوا دي جاتو، وهو محروم ديجا هذاك لو فاردو ديال انه تيدق البراوات ديال الانسولين. سي با ايفيدون. الشباب حتى هما جينيرالمون تلقاو عندهم السكر ما بقاتش. الوغ هنا حاجه واحده، نصيحه اللي غادي نقول لكم، هو ان هاد الاطفال ولا هاد الشباب اللي عندهم السكري من شكل واحد، لا بريزون شارج ديالهم، المتابعه ديالهم ما تتكونش غير من عند اختصاصي في التغذيه بوحدو، من اختصاصي في السكري بوحدو. C'est une prise en charge multidisciplinaire. طبيب الاسره اللي تيكون تيتيق فيه، اختصاصي في التغذيه، اختصاصي في التغذيه غيعطي ان بروغرام ديال السيمانه، لانه صغير توجور راه هو طفل ما يمكنش نحرمو، راه هو شاب ما يمكنش نحرمو 100%. دونك الاختصاصي ديالنا ديال التغذيه ولا اون بلوس لابد يكون ان سوتيان من عند العائله، خصهم يدورو به، خصهم يحيطوه، خصهم يتفاعلوا معاه. فوق من هذا الشيء خاصو لابد مساعده من عند اختصاصي في الامراض النفسيه، ان كوتش ولا ان بسيكياتر ولا ان بسيكوثيرابيوت. اول حاجه خاصو يتقبل المرض ديالو، يحيد من هذيك الحاله ديال لا نيغاسيون. ثاني حاجه خاصو يتصاحب مع المرض ديالو. ثالث حاجه خاصو يتصاحب مع داك الريجيم، خاصو يتصاحب مع ديك البرا اللي خاصو يضربها، وهذا الشيء ما ساهلش. ضروري ومؤكد خاصو تكون معاه واحد المساعده. برافو عليك دكتور، مرحبا سي خالد الهلا يخطيك، بارك الله فيك دكتوره، مرحبا منا. لا ماشي الفاصل، حنا باقي مسالين، حنا باقي معاكم. عافاك دكتوره، انا كنشرب عصير الحامض بزاف، واش عنده شي خطر؟ جاوبيني عافاك. كل ما جاء ما زاد عن حده انقلب الى ضده. الوغ السكر، عصير الحامض هو سيتان ديتوكس. شنو هو ان ديتوكس؟ هو واحد الحاجه اللي تتغسل لنا الذات ديالنا. وي ولكن ما نفوتش الحد ديالي. الوغ بقيت ناخذ عين الحامض بيان سور بزاف، راه عنده التاثير، عنده غيكثر لي هذيك نسبه الحموضه في المعده، غياثر لي على المعده ديالي، يقدر يدير لي قرحه المعده، التهاب ديال المعده. دونك بيان سور ما غاديش ناخذ عين الحامض بوحدو. الوغ هنا بيان سور لا متبعه مع طبيب اسره ولا مع اختصاصي في التغذيه، غيشوف واش عندك مشكل ديال الوزن زايد ولا، ولا كان عطيك هذيك لا سوليسيون ديتوكس اللي تتاخذي فيها الحامض، غيعطيك ديريها بواحد الطريقه. الوغ هنا انا غادي نعطيكم، انا جو سوي با بوغ لا سوليسيون ديتوكس ناخذ فيها الحامض بيغ، انا غنعطيكم واحد الوصفه، ولكن هذه الوصفه ماشي كلشي غادي ياخذها. هذه الوصفه بيان سور الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل وبغاو يطيحوا شويه من الوزن وبغاو يحيدوا الشوائب اللي عندهم في الذات، اكونديسيون ما يكون عندهم لا مشكل ديال المعده لا مشكل ديال المصران. الوغ لا سوليسيون ديتوكس شنو هي؟ انا بالنسبه لي تندير قرعه كبيره ديال الماء، ما عادي في قرعه كبيره، تندير فيه حبه ديال الحامض، ما تنعصرش الحامض باش ما ياثرش في المعده ديالي. حبه كبيره ديال الحامض تنقسمها على 4 وتنلوحها في هذيك القرعه، 10 الورق ديال النعناع، عود ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير البلدي. الوغ هذا الشيء تنخليه يبات في الثلاجه ولا يبات على برا، تيتانفيوزا، من بعد تنصفيه وتنهز معايا هذيك القرعه. دونك هذوك هما جوج قراعي ديال الماء اللي خصني نصاوبهم ونشربهم في النهار. تنغسل الذات ديالي، تناخذ الكفايه ديالي من الماء، وتنحيد الشوائب اللي عندي في الذات. حسنا الدكتوره عيني كيحرقوني بزاف مع ان النظر عندي مزيان وكنحس بالم فيهم، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. حسنا خصك توجهي عند طبيب ديال الاعين، يدير لك لو فون دوي، يدير لك التقليبه ديال العين من الداخل، يعبر لك لا طونسيون في العين. الوغ يشوف واش كاين طونسيون في العين، واش كاين شي مشكل، واش كاين شي التهاب، واش كاين شي فيروس ولا شي بكتيري، واش كاين شي حساسيه اللي تقدر تكون هي سبب ديال هادشي. سلام عليكم دكتوره، لماذا يصلح سكر ستيفيا؟ سكر ستيفيا هو واحد السكر اللي هو طبيعي، سي واحد العشبه اللي تتزرع وتدخل، كاينه دابا في المغرب موجوده. هو واحد السكر طبيعي بحال السكر ديال الشمندر، واللي هو جينيرالمون ماشي سكر مضاف وما تيطلعش السكر. واش سميت سي حسين، واش سميت واحد الدواء 850 بحال 1000؟ لا ماشي بحال هذاك، فيه 850 ميلي غرام والاخر فيه 1000، داكوغ؟ دونك مختلفين، لا دوز ديال 1000 زايده على ديال 850. الا كان القلب سي رافع السعيد، الا كان القلب منفوخ ومولاه عنده السكر، ما هو العلاج؟ خصو يتبع خصو يدير الريجيم ديالو، خصو يقاد السكر ديالو، خصو يحيد الملحه، خصو يدير الرياضه ديالو، خصو يشرب الماء بنسب كافيه، خصو يشوف الطبيب الاختصاصي ديالو، خصو يتبع ما بين الاختصاصي ديال التغذيه، الاختصاصي ديال امراض الغدد والسكري، والاختصاصي في امراض القلب والشرايين. صباح الخير دكتوره، عافاك مؤخرا الوزن ديالي نقص بزاف، مع العلم كنكتب
الوزن كنكسب الوزن بسرعه، كنتعصب بزاف، واش هذا سبب ولا خصني ندير تحاليل ديال الغده؟ غير زلان خصك تشوفي طبيب الاسره ديالك يقلبك كومبليتوم، شوف شنو هما المشاكل اللي عندك عضويين، يعطيك البيلون ديالك بما فيه الفقر الدم والخزان ديال الحديد والغده الدرقيه والكيلي والكبد والسكر والخزان ديال السكر، وهنا يعرف واش هذا الانخفاض ديال الوزن اللي عندك واش هو ناتج العامل العصبي والعامل النفسي ولا ناتج المرض عضوي اللي خصك تداويه. مشكوره دكتوره، مرحبا. سكينه، انا الاب ديالي عنده سكر وعنده وراثي وانا عندي اعراض سكر ومشيت درت التحاليل في الفارماسيان وما عنديش كنلقاه وعندي تلقاه مزيان. الو خصك دائما ديري الرياضه ديالك، عندك العامل الوراثي، دائما ديري الرياضه ديالك، دائما ديري الريجيم ديالك تبعيه بيان سور، والمراقبه. المراقبه هي نقلب السكر ديالي مره مره وندير خزان السكر ديالي على راس كل 3 شهور. انا الوالد ديالي كان عنده ديابيت ودغنيامون ولا رجليه كيتنملو وكاين وتنفيق من دكدك. الوغ حتى انت غتمشي تشوف الطبيب ديال الاسره ديالك ويدير لك ان اكزامان جينيرال. الوغ هذاك الدكديكه ولا تنمال في الرجلين ماشي غير السكر بوحدو اللي يقدر يديرو، عندك العامل الوراثي السكر، دونك كاينه لا بوسيبيليتي سي السكر بلا فطور والخزان السكر هو اللي غيوريونا واش عندك السكر ولا لا. والحاجه الثانيه هي كاينين بزاف د الحوايج اللي تيديرو بحال هكا، كاين العامل النفسي كاين العامل العضوي. العامل النفسي تنخليه هو ثاني، دائما تنحيدو العامل العضوي. العامل العضوي يقدر يكون نقص في الكالسيوم، في الفيتامين دي، في الفيتامين بي، في الدات، في المغنيسيوم، كلهم هادو حوايج يديرو، يقدر يكون فقر الدم ونقص في الخزان ديال الحديد ويدير هادشي. دكتوره جاوبيني لماذا يصلح السكر ستيفيا، انا جاوبتك عليه. انا دكتور في رمضان وانا سايمه لقيت عندي غرام فاصله 95، واش نورمال؟ نو سي با نورمال. السكر نورمال هو اقل من غرام، ما بين غرام غرام وفاصله 10 انت معرضه للحصول السكري واحد النهار، فوق غرام فاصله 10 انت عندك السكري. امال انا عندي الكونسير بالصدر، سرطان بالصدر والرئه والعظم، ودائما السكري عالي مع اني تناخد انسولين، شنو نعمل؟ عمري 45 عام. امال غنقول لك دابور برافو عليك انك هضرتي معنا وقلتي لنا المشكل اللي عندك. حاجه ثانيه غنقول لك كوراج كوراج كوراج، انت عندك مرض بحال كلهم الامراض، سرطان حتى هو مرض وعنده العلاج ديالو، تبعي العلاج ديالك، ولكن باش السرطان ديالك يستقر عندك ان سيركل فيسيو، خاصك ثلاثه الحوايج فيه، مرض السرطان والعامل النفسي والسكر، خاصها ثلاثه الحوايج يكونوا غادي مقادين ومزيانين باش السكر ديالك يتقاد. دونك خاصك تكوني نفسيا مزيانه ومرتاحه وتغلبي على المرض ديالك، ما ساهلش ولكن كوراج كوراج كوراج. والسكري ديالك داير ليه الريجيم ديالو متبعه، كاينين ادويه اللي تيتعطاو بيان سور المرض السرطان تيقدر يكون عندهم تاثير على هذاك العامل السكري ديالك، والسرطان ديالك حتى هو خصو يكون مراقب. دونك خصك تخدمي على هاد ثلاثه الواجهات، الواجهه العضويه اللي هو سرطان والسكر ديالك والعامل النفسي لانه مهم عندك بزاف. الوغ عندي السكر سي عبد الباسط، عندي السكر ما بين غرام وغرام فاصله 15 الخزان 6.10، واش انا عندي السكري؟ انا غنقول لك عندك البدايه ديال السكري، خصك دير الريجيم ديالك وخصك دير الرياضه ديالك، خصك تهبط الخزان ديالك ما بين 5 و6 والسكر ديالك تهبطو قل من غرام بلا فطور. الاطعمه التي الاطعمه الو غدا غيكون سبيسيال، غادي نهضروا على ريجيم ديال السكر، غنجيب لكم صور اللي فيهم بيان سور الريجيم ديال السكر وغادي نشرحوا لكم بالديتاي ان شاء الله، كونوا معنا في المتابعه غدا غدا ان شاء الله. الو الاسئله باقا كثيره وكثيره بزاف، غادي ناخذ واحد الفاصل، انا تنقراها او ميم طون راني تنجاوب على سؤال وتنقرا الاسئله اخرى، غادي ناخذ واحد الفاصل غادي نرجع لكم غندير لكم ملخص بالاجوبه لكلهم الاسئله ديالكم ونكمل لكم على السكري بشكل واحد والاعراض ديال السكري. فاصل ونواصل. من السكري، الوغ السكري ديال شكل واحد فيه العامل الوراثي، بتاتخ الوقايه من المخلفات ديال السكري من شكل واحد هو انني ملي يكون عندي العامل الوراثي خصني دائما نمشي ندير الفحص المبكر ودائما ندير الخزان ديال السكر ديالي ودائما ندير السكر بلا فطور، دائما يكون عندي طبيب الاسره اللي متابع ليا الحاله ديالي. الوغ ما نتسناش يبانوا عندي العلامات، العلامات ديال ارتفاع ديال السكري من شكل واحد هو الواحد تيبدا يشرب بزاف،
تيبدا تيبول بزاف، تيكون ما تيقدرش يهضم الماكله، يا اما تتمشي شهيه الماكله، يا اما تياكل بزاف وما تتبانش عليه هذيك الماكله. تيبداو الحالات ديال القيء، تيولي مطحطح عيان، ما عنده تعظم صحيح، شويه ديال لا نيرفوزيتي، تيكون شويه ديال الاعصاب، تتبدا الحكه في اللحم، الحكه بزاف لتحت. الوغ كاينين بزاف الناس اللي ما تنعرفو عندها سكر، تتجي عند الطبيب ديال النساء وتلقى عندها اون ميكوش شامبينيون لتحت، تدير الدواء المره الاولى وترجع لها هذاك الشيء المره الثانيه وترجع لها هذاك الشيء. ملي تنديروا التحاليل تلقاو بان السكر عندها طالع والخزان ديال السكر. الوغ حنا ما خصناش نتسناو حتى يبانوا هاد العلامات الكثيره. السكري بشكل واحد هو ناتج عن انخفاض نسبه الانسولين في الذات، ضروري ومؤكد خصو يتخد ليه الانسولين. هو ما ساهلش الانسولين كما قلت، عندها الاحتياطات ديالها، الاكل وليكولاسيون. الانسولين تندقوها في هاد لي بارتي هنا في الكتاف، لي بارتي اكسترن، الكرش، البوط فوق منه وتحت منه في الجناب ديالو والجناب ديال الفخاد من تحت. الوغ الانسولين ما تنبدل البلايص ديالها، منين واحد البلاصه تنحس بانها عمرها تكرضغت ما نديرش ليها الماء سخون، لان كاين لو ريسك ديال ليبوغليسيمي، لو ريسك ديال ان الواحد يطيح في الكوما ديال السكر طايح، لان هذاك انسولين مجموعه تما. ملي غندير واحد الماء سخون ولا غنمصي غادي تخرج هذيك نسبه الانسولين في الدم بواحد النسبه كبيره بزاف ونقدر نطيح. الوغ المخلفات انا تنقول ثلاثه ديال السكري بشكل واحد ولا اربعه. العامل النفسي تجي عند طفل ولا شاب صعيب بزاف انه يتادابطا، هذاك الشيء علاش لابد المساعده ديال العائله، المساعده ديال الطبيب اللي تيثق فيه هذاك الطفل ولا الطفله ولا هذاك الشاب ولا الشابه، اختصاصي في التغذيه واختصاصي في الامراض النفسيه، الكوتش ولا لو بسيكياتر ولا لو بسيكوثيرابيست باش يعاون. الحاجه الثانيه هي ارتفاع السكر بواحد النسبه كبيره بزاف هو الكوما اسيدوسيتوزيك، لاول ما يبداو الحالات ديال تنشرب بزاف ولا تنبول بزاف خصني نمشي عند الطبيب نعبر لقيت السكر طالع بزاف. جينيرالمون في لوسبيتاليزاسيون تنديروا تحليله ديال الميكروب، لا لقينا كاين شي ميكروب تنعسوا هذاك الشخص، تنقلبوا فين كاين الميكروب تنداويوه وتنعطيو بيان سور لانسولينو ثيرابي اوغار باش نقادو هذاك السكر اللي عندنا، وعاد تيخرج عاوتاني الشخص بدل بالسكر ديالو تيبقى تيادابتي. الوغ حنا المريض منين تيولف على السكري من شكل واحد تيولي مصاحب معاه، راه تيولي هاز معاه لاباري ديال السكر تيعبر. حتى الانسولين ما تنعطيوش واحد لا دوز، هو تينقص بجوج تينقص بثلاثه بواحد، لانه تيمشي مع النسبه ديال السكر اللي عنده. دونك حتى الانسولين تيولي داوي راسو براسو، تيولي تيقاد هذاك الانسولين اون فونكسيون. البارح كليت بزاف واليوم السكر صبح شويه طالعه غادي نزيد فوالا وتنقاد. الرياضه بيان سور والريجيم هو واحد الحاجه ضروريه بزاف، والحاجه الثالثه اللي هي تنخافوا منها اللي هي غاف اللي تقدر توصل للموت الله يحفظ، ولا مخلفات على الجهاز العصبي اللي هي ولا على الاعضاء النبيله في الذات ديالنا، القلب والكبد وكل من الاعضاء والمخ وكل من الاعضاء النبيله في الذات ديالنا، اللي هو انخفاض لا كريز ديبوغليسيمي ولا انخفاض ديال السكر ديال نسبه السكر في الدم. هذاك الشيء دائما الشخص اللي عنده السكر وتياخذ الانسولين تنحذوه معاه ودائما تيكون معاز معاه الحبات ديال السكر، وما نتسناش تنطيح في الكوما. اول ما نبدا نحس بهذوك العلامات ندير بعد اربعه السكرات ديالي يدوبوا، نتسنى واحد شويه ناخذ هذاك الطريف ديال السكر البطيء اللي عندي هو الخبيز، ومورها نعبر السكر ونشوف واش خصني نتغوا سكره ولا لا. نحافظ الوغ الناس اللي عندهم السكر اي المناعه تتكون ناقصه، ملي تيوصل شهر 9 و10 خصهم يديروا الفاكسان تاع لاغريب باش ما تجيهمش لاغريب كارابيني. كانوا تيجيهم الحلاقم بزاف خصهم يحيدوا هذوك الحلاقم، ولا يشوفوا الدواء اللي خصهم يتاخذوا، واش غادي يعطيهم الانسولين ديال واش غيعطيهم البينيسيلين كل 21 يوم ولا 15 يوم، ولا خصهم يحيدوا الحلاقم. المهم هذاك لو ريزيرفوار ديال هذاك الميكروب ما خصهمش يكون. سنان خصهم يكونوا مقادين مصوبين، ما خصش يكون شي بلاصه تيجي منها الميكروب. اللي عندهم لاسينوزيت تيشوفوا لوغال ديالهم خصهم يداويو هذيك لاسينوزيت. عنده الحساسيه وتتعفن خصو يشوف الطبيب ديال الحساسيه ويحيد هذيك الحساسيه اللي تتعفن. عنده الضيقه خصو يتستابيليزا. الميكروب ديال البوله تيجي اول ما نحس بان البوله ديالي بدات تحرقني خصني نمشي عند الطبيب، سواء طبيب الاسره ولا الطبيب الاختصاصي في امراض الغده والسكري ولا اليورولوج ديالي ديال الامراض الجهاز التبولي، ونقول بانني عندي سكر لان خصو يتعالج هذاك الشيء سيغ بلاص. دار تقليبه ديال البوله ويتعالج هذاك الشيء سيغ بلاص، لانه من الحوايج اللي تخليو السكر يطلع. المراه منين تحس بالحكه تمشي عند الطبيب ديالها تشوف السكر طالع، منين تحس بان عندها دي سيكريسيون انورمال تدوز من التحت بشي ما اللي هو ماشي عادي ولا كريه ولا ريحه ديالو ماشي هذيك، خصها تشوف الطبيب ديالها لانه خصو يداوي، لان هذاك من المحفزات سي تا ميكروب اللي غادي يطلع السكر. الوغ الضفران ديالنا هذيك اللي تنقولوا بونتيتيف ما خصوش يكون، الصبانه ما خصهاش تكون، لانه هو واحد العامل اللي غادي يسبب الدخول ديال الميكروب. هذيك الصبانه تدخل الميكروب، الميكروب ملي غيدخل للرجل واحد عنده السكر طالع المناعه ديالو ناقصه تقدر توصل هذيك الصبانه. الله يحفظ الله يحفظ البطر ديال الاعضاء. الوغ انا غندير واحد الحصه خاصه يوم جمعه غنهضر عيل على الرجل واليدين ديال الاشخاص اللي هما مصابين بالسكري، لان واحد الحاجه اللي مهمه مهمه بزاف. غدا غنهضروا على الريجيم وغنهضروا على التاثير الثانوي لا ميكرو ولا ماكرو انجوباتي،
التاثير على الذات، التاثير الثانوي ديال السكر على المدى الطويل على الذات ديالنا. ونهار الجمعه كما قلت غادي نهضروا على الارجل وعلى الايدي ديال الاشخاص اللي هما مصابين بالسكري. تنشكركم على التفاعل ديالكم معنا، تنشكركم على التواصل ديالكم معنا. شكرا شكرا بزاف، شكرا على لي كومونتير، شكرا على الكلمات الطيبه ديالكم، ميرسي. ادعوا معنا على الله يثبت الاجر. تنشكر مهدي اللي كان معنا اليوم، نوت ريجيسور اللي كان معنا اليوم، تنشكر توت ليكيب دو شوف تي في بيان سور اللي هما فاتحين لينا هذا المجال ديال التوعيه، هذه الساعه اللي تنديروا فيها الارشاد والتوعيه الصحيه. شكرا لكم بزاف، نتلاقى معكم غدا ان شاء الله. خليتكم على خير، الى اللقاء.